مين رح يرفقنا بأول فقرة من حي اللايف كوتش دانيا دبيبو وصاحب مدونة نادز ريفيوز نديم صفي الدين. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم دانيا. شو رح يكون موضوعنا لليوم؟ موضوع اليوم عن إدمان ما كتير ناس تعرفه، هو الإدمان على الحب، the love addiction. في ناس كتير عندهم هيدا النقص، العطش كل الوقت عم بفتشوا على شيء اسمه الحب وما بيكونوا مبسوطين، يعني يمكن بيلاقوا ناس بس بيضلوا تعيسين، يعني ما فيهم يعيشوا لحالهم، ما فيهم يعيشوا، هيدا الوحدة عندهم بتخوفهم، انه كأنه ركيزة السعادة عندهم هي لما نكون بنحب. في لها كثير توابع، يعني خلينا نحكي اكثر بعدين. حلو حلو كثير الموضوع دانيا. موضوع جدا لافت اليوم اخترته اللايف كوتش دانيا دبيبو، وهو الادمان على الحب. ما بنعرف قد ايه الاشخاص بتكون عطشانه للحب، او ايضا كمان عندها شعور انه لازم دائما تحس على مدى السنه مثل ما بيقولوا، وقاعدين بيغنوا الحب وبيوصلوا كمان مشاعر والاحساس مثل ضيف مديني. اهلا وسهلا فيك دانا. اهلا فيك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك دانا. كل الابراج مدمنين على الحب، يعني كل البشر مدمنين على الحب، حلي لنا هالمساله. لا ما هيدي حاجه كلنا اصلا، يعني اذا بتفتشي دائما نحن في عنا هيدي الحاجه وعم نفتش عليها، مش على مدى الايام والسنين، على مدى العمر، من نحن وصغار بنخلق بدنا نحس انه حدا بحبنا، واكيد بنحب غيرنا. طب شو تحديدا الحب؟ اوكي، اذا بنتذكر شو يعني ادمان بنقدر نستنتج شو يعني الادمان على الحب. شو هو الادمان؟ تعلق بشيء ما فيك تصير تعيشي بلاه، بصير مثل جسمك دمك من جوا بيرعاكي، بدك هالشعور هالشيء. ايه في هيدي صوره فيها شوية تفاصيل عن هيدا الإدمان عن الحب كيف بيكون، يعني هي بتتمحور عادة على ثلاث أنواع أشخاص، هو موضوع متشعب، بس إجمالا في ناس ما بيقدر بيكونوا عاملين علاقة مثلاً، كمان بالعلاقة ما بينبسطوا فيها، بيكونوا عم بينطنطوا من علاقة لعلاقة. هيدي اللي بتشوفيهم إذا بتطلعوا بحياتكم أنتوا دايماً عم بينطوا من واحد لواحد أو من وحدة لوحدة، كتير 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 بتتكرر، وبيكونوا بالعلاقة منهم مبسوطين. إذا قعدوا بفراغ ما في علاقة بحياتهم، هون يلا بالوحدة، اكتئاب ووحدة وضجر، وبيكونوا عم بيختنقوا، منشان هيك بدهم دغري يلحقوها بعلاقة تانية. في أشخاص تانيين اللي هن متطلبين كتير بالحب، يعني بحبوا كتير يسيطروا بالعلاقة، بصير كتير بيفرض، مثلا إذا رجال بيكون عم بيفرض كل الوقت على مرته، بدك تعملي لي هيك أو بدك تسوي لي، ما عم تهتمي فيه. هيدا العطش دائما انه تعطيه شيء لحتى هيك مثل تروي هالعطش، بس ما بينروى. ومرات بيكون طرف من العلاقه قد منه، يعني بيكون بده يرضي الطرف الثاني، بيكون الطرف الثاني عم بيستبد فيه وهو عم جرب يرضي يرضي يرضي، فبيضل مرات بعلاقات منا سليمه لحتى يرضي هالطرف الثاني، وما بده يتركه، بس ما لحتى ما يحس لوحده كمان. فبالاجمال تملك، يعني فيها شوي فيها تملك وفيها اتكاليه. يعني اذا بتلاحظي في حدا كثير بده، في عنده ادمان، في شيء من جوا ناقصه، بده هيدي مثل الدوز، ما هي اذا هيك بس بتخيلي انت عاده اللي مدمن على مخدرات اللذه، مزبوط، راحت هيدي اللذه بحس بقلق انه بدي دوز، فهيدا المتطلب كثير بده دوز، بده اهتمام. ونفس الشيء اللي عم بنط من علاقه لعلاقه، لانه هي دائما فيها بيبي، ونحن لما نوقع بالحب شو بصير؟ منطير، عرفتي؟ بيفرز جسمك هول براسك كل المواد الكيميائيه اللي بتخليك تصير كثير مبسوطه، هيدي هي اللذه اللي بيصيروا بيطلبوها دائما اللي عم بنطنطوا من علاقه لعلاقه، وبدهم هيدي الرش، اذا طولت العلاقه ما بتبهت بعدين، ما بدهم الهيديك الرش العالي. احلى شيء الواحد يضمن على حب واحد ويبقى فيه، هيك بيعطي دائما، يعني هو من العطاء اكثر من تعدد بالعلاقه. مزبوط. هلا هو عاده انه بتفكري لازم العلاقه تكون انه طويله جديه، ومشان هيك هيدي المغامره اول شيء، انه الواحد اللي بحسه مع الوقت بتصير بتخف فبيقول انه شو صار، بس ما هي العلاقه عم تتحول، عم بتصير جديه، عم بصير فيها حميميه اكثر. صحيح. ايه بصير فيها قرب اكثر. ديانا، هل انت مدمنه على الحب ولا مدمنه بس على اغاني الحب؟ الاغاني اكثر، انا ماني مدمنه على الحب، يعني هو حب بس، وكل الناس يعني ما في حدا انه ما بيحب، انه القلب عم بدق. هلا
لا لا خالي مدمنه. عايشة لحالها مبسوطة؟ مبسوطة مبسوطة. حاسة في شيء ناقص؟ لا هلا اجباري بتحسي في شيء ناقص، بس اذا ما في شيء انه مناسب او هيك، يعني الحب وقت بيجي بيجي لحاله، ما بتحطي عليه يعني الدوري وخلص اهلا وسهلا يعني، بس هلا ما في. طب دانيا، هالعلامات والمؤشرات كمان اللي ذكرتيها ممكن تقطع باي حياه اي انسان يعني؟ مضبوط. اي متى بنقدر نكشف انه نحن اللي عم نعاني منه هو ادمان؟ لما بتكون عواقبه وخيمه. الادمان دائما عواقبه على الحياه بتكون كثير سلبيه، يعني خلي اي مدمن شو بيصير؟ يعني ما بيعود بيشتغل مزبوط، ما بتصير علاقاته مع اصحابه مع اهله بتنخرب، لانه عم يتمحور كل تفكيره على الشيء اللي بده اياه. نفس الشيء اللي بيكون عنده ادمان على الحب والعلاقات، خلص بتصير ركيزه هي هيدا الشخص. طب أو فينا الشخص هو شخصية ضعيفة، ما عنده ثقة بحاله، يعني دايما بنبش على الآخر ليكون هالبوش لقاله يعود. هولي أشخاص شوفي عندهم شيء مش مزبوط بحياتهم، إيه في معين عم بيجربوا يهربوا منه، مثل حالات الإدمان الثاني. يعني نقص عاطفة مثلا؟ في نقص عاطفة أكيد، وفي مثل ما قالت في قلق جواني، في ضعف بالثقة بالنفس يعني، وعم بيجربوا هول ركيزتهم بالحياة تكون السعادة جاي من الشريك، يعني سعادة خارجية دايما. إذا يعني ما في هذا الاكتفاء الذاتي، إيه ما بيكونوا مرتاحين مع حالهم، بيحسوا دايما إنه الشخص الثاني هو اللي بده يعطيني هيدي السعاده. وعلى فكره ادمان على الحب مش بس بين مثلا شب وصبيه او شيء، ممكن يكون بين ام وبنتها، بنت وامها، بنت وابوها، يعني هيدي بتصير بالعلاقات عاده. اللي ايه ما في بلاه هيدا الشخص، يعني فينا نقول بعلاقه شخص مدمن على الحب ما بيكون في كثير توازن، في حالات او تصرفات فيها شوي من الجنون مثل ما هي بنشوف. كمان انه مرات بتصير الغيره مثلا، اذا مثلا مرات في افلام بتفرجيكي من الحب ما قتل، انه اخر شيء بدها تتركه وهو نازل عم يلحقها وعم كذا، فهيدي مرات بتصير إيه؟ ومرات اذا مثلا انتركت هي او تركها لسبب ما، قد ما خنقته يمكن، قد ما انها متطلبه يمكن، هي بنشوفهم هولي هون مشاكل هالكثرة الاتكال على حدا انه بالحياه للسعاده. نحن شوفي اذا بتاخدي بيت، في بيت شيء بحياتك شفتيه مجلس على عمود واحد ما بتزبط، اذا هيدا العمود سك قشط. عادتنا نفس الشيء، مرتكزي على كذا عمود بده يكون مدعمها كذا شيء، مش على شخص. ايه هولي الاشخاص اللي عندهم ادمان على الحب عاده بتكون الركيزه بالسعاده شخص واحد. التغلب على هالادمان كيف بصير؟ هي بده يكون الواحد يعرف انه عنده مشكلة على الحب، إذا عرف ساعتها بده يبلش يشوف شو أسبابها، لأن عادة أسبابها بتكون أغلب الوقت من طفولة، من إنه ما تشبع عاطفيا هو صغير، يعني في ناس بصير انفصال بين الأم والأب، اختفى الأب من الصورة، بصير عنده هيك فقدان لعاطفة الأب، يعني بصير في هيدا النقص بحياته اللي بده يجرب يعبيه على كبر. مرات الأهل اثنين بيكونوا ما عم بيهتموا بالولد مثلا، أو إنه الأهل بيكونوا كتير قاسيين مع أولادهم، بحس هيدا الولد دايما بصير بحاجة ياخذ العاطفة من الآخر، للآخر مش من عائلته، فبصير فهون اكيد ما نطلب من الاهل دائما يشبعوا اولادهم عاطفه تما يلجأوا دائما بنركز على الخارج اللي برا. طب جانا انت كنت عم تقولي انك مانك مدمنه على الحب، بس اللي ذكرتهم دانيا، معقول تشوفيهم او شايفين بحدا من اصحابك حدا قريب منك؟ كلهم بشوفهم كثير يعني هلا. ايوه عم تحكي، انا عم بتذكر مواقف. ايه مزبوط. اها ايه بشوفيهم وبتغنيهم. انت بس بتراقبي وبتغني. دانيا قديه بتشوف الشخص المدمن على الحب صادق بحبه؟ صادق يعني هو ما بيعرف اصلا شو هو الحب بكل مفهومه، لانه هو لي يعني بضلوا حبهم سطحي، ما بفوتوا بالعلاقه الحميمه، سو وما عارفين مرات كثير شو بدهم، في شيء عم بفتشوا عليه، هن بفكروا حالهم عم بفتشوا على الحب، بس انه هن بالاساس يمكن بنرجع نحكي باسباب، انه بدهم يشوفوا شو صاير معهم قبل ليعبوا هيدا النقص، هيدا العطش العاطفي اللي عندهم. التجارب الفاشله يعني او العلاقات يمكن الفاشله
مشكله سابقه ممكن تؤدي كمان الى الادمان على الحب، يعني بتصيري تتعلقي بشخص اذا لقيتيه نوعا ما مريحك بمحل معين. مزبوط. ايه يعني ممكن تخلق بعدين او يصير بعدين هالادمان. هو اذا حدا كان بعلاقات مثلا او علاقه كثير منيحه مرضيه يعني بصير بيروح بيقول مرات بدي للاكستريم الثاني، بدي حدا عكسه. بس الاكستريم تبع المرضي كمان مرضي، يعني بدك يكون متوازنه. قالت نيفين شغلي انه الحب بده يكون فيه توازن، ما بده يكون فيه هيدا عرفتي ايه الاكستريمز فيه. سو يعني في ناس عندهم هالقلة الادراك انه شو اللي عم بخليهم هيك، يعني يضلوا في هيدا العطش في هيدا الولع. مرات كثير الواحد بده يقعد يصفن يعني ويشوف هول الخبرات السابقه انه يا ترى هول اللي ودوني. او دائما انا يعني لما بيجيني حدا بساله كيف العلاقه مع الماما والبابا كيف يعني كانت بترجعي للطفوله. إيه لانه لما بيكونوا العلاقه مع الاهل منيحه وفيها محسسينه للولد بالامان ايه خلص يعني بتصير بتكون عنده ثقه بنفسه كمان قويه. طب دانيا، الشخص اللي بيوقع بغرام الانسان المدمن على الحب كيف ممكن يساعده اذا عباله يكمل معه او يكون شخص جد بحياته؟ كيف ممكن يساعده؟ ما هي انه بدي تقولي يساعده، بس هو مرات بيختنق هذا اللي عرفتي الطرف الثاني. لان اذا كان هيدا الشخص قلبي معه على تسلط وتملك وهيدا بيكون عم بيخنقه. ومرات كثير هيدا اللي بيكون الطرف اذا كان كمان من النوع اللي بيرضي كثير بيكون عم بيتعب كثير كل الوقت. فيعني بالحالتين العلاقه منا كثير منيحه، بس انه بحبوا يضلوا فيها بس لحتى ما يقعدوا بالفراغ لوحدهم. بيقولوا لي بتعرفي المصاري شو بيقولوا؟ ضلي راجل ولا ضلي حيطه. يعني احسن لي يكون عندي حدا ولا انه اكون لوحدي. هيدي كثير بتمثل اللي عنده هيدا الادمان على الحب. بس على هيدا السؤال عندي كمان شغله صغيره. إيه؟ معقول اثنين مدمنين على الحب اثنيناتهم يحبوا بعض؟ إيه؟ بس بيحبوا عم بيتخانقوا كل الوقت. هون بتعرفي بيكونوا عم بيعيشوا باترنز معينه. دائما بنتخانق وبنترك نرجع لا ما في عيش بلا وبنرجع العلاقه مش ظابطه يعني بتكون ما ظابطه. اللي بتشوفيهم يعني انا اكيد انتم كمان هلا كل تذكرت ناس ايه، بس بحواليك بتشوفي ناس بعدهم بعلاقات منا صحيه ومكملين فيها صح وبيرجعوا بعيدوا التاريخ يعيد نفس الشيء. إيه؟ يعني بيتحسنوا اول كم يوم إيه؟ بعدين بيرجعوا نفس الشيء. ايرا دانيا شو بتحبي تقولي للمشاهدين يعني هلا اللي عم بيسمعونا وهن عندهم ادمان بالحب يعرفوا حالهم إيه؟ او بيكونوا يمكن ينلفت نظرهم. اوكي انا كثير سمعت اصداء انه انا عندي ايه وانا لما عم بحكي انه شو ايه انه سو اللي بحس عنده ايه هيدا انه ما في يقعد لحاله بيكتئب بصير كثير انه دائما بده حدا عنده عطش لحدا كل الوقت. انا بنصحه انه يبلش يتطلع بجوا بتاريخه الحافل واذا بيروح عند اختصاصي علاج نفسي. هيدي ما بدها كوتشنج لانه بدنا نبحث بالماضي منا كثير التوجه لقدام. اذا سبب مشكله بالعلاقه يعني بس اذا كان مدمن على الحب ونحن متصالحين مع هيدا هالامر إيه؟ وعايشين احلى عيشه وفي نساء بحبوا هيك ساشا. بس ما هني ما بيكونوا عايشين احلى عيشه اذا في الادمان. الادمان هو اللي ما بيكونوا مبسوطين كل الوقت. طيب نحن عنا كلنا هيدي للحاجه للحب. أيه. ما مزبوط بتتضايقي لما بتكون تضلي سنجل وقت طويل. عم نقول اللي بحسوا حالهم ابدا مخيسين بتكون الحياه مختلفه لهولي. انا عم بيجوا لعندي بشوف يعني قديش خلاص ما فيها بتبقى كثير مخنوقه وبتصير تتعرف على ناس بتتعرف حتى المهم ما تضلها لحاله وبيكونوا ناس ما كثير منيح. سو هون بتعرفي انه لا في شيء مش مزبوط يا عمي. ركزي تفكيرك على مثلا شغل، ركزي تفكيرك على شيء لا هايصه في هون. يعني اللي بيكون هيك لا الافضل يروح عند اختصاصي. هذه شغله ما بتنحل لوحدها. نعم. دانيا شكرا لحضورك معنا. اهلا وسهلا فيك. وايضا دانيا كمان شكرا لحضورك معنا. بالفعل هيك موضوع اخترتيه مميز جدا مثل كل المواضيع بالواقع صحيح من البقاع. اهلا وسهلا فيكم. رح نروح فاصل ومن بعد الفاصل بيروت متحركه.